السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم، هانيين، مرحبا بكم في هذا فلوغ الليلي. جينا المرجال لقيناه مدبوس عامر. ايوا واش غادي دير؟ ادخلنا لقينا ما كانش فين تحط الزحام، لا كيس وعامرين نيام ما شاء الله. صافي انسان تيجي الصباح وصافي، وانا نقلب كاع ولا نركب على الطوموبيل، قلت ندير كاع شي فلوغ، فلوغ ليلي مسائي. واش تي شتي شحال ديال الزحام لداخل؟ الله يعين العظيم، الا تبارك الله، الا الزحام نيت شي اللي كيس لداخل عامرين. ما نقولش يجيك مليح، بالك يزيدو في حالتنا تنجيو في الصباح. اللي بغى يجي المرجان يجي ليه في الصباح، اما في العشيه عامر بزاف الزحام، الناس يخرجوا تا دابا كاين تيديرها تا حجو حاجه تيتنزل عليه مع راسو وصافي. غندير واحد الضريبه لشارع على الفاسي، ندوزو شارع على الفاسي ليلا. خلو هاد السيده تدوز. قلتلك والله إلا الزحام داخل إوا صافي، ولينا خليناهم، قلنا لهم أسيدي يتقداو نتوما في هاد الوقيتة تا الغدا حنا إن شاء الله ونضرب شي ضريبة. بغيتي يتقدا الوليد هادشي لعيبات وليا وكدا، لقيت شي تيشيرتات كانوا بانو ليا في الإشهار، فحين تيصيفطو حين عندهم الرقم ديالي وتيصيفطو تيصيفطو بينا راه كاين كدا، كاين دي بروموسيون، كاين دي كدا، تيصيفطو عليا في الرقم الواتساب وداكشي اس ام اس. ايوا داكشي علاش، داكشي علاش قلت نجي. ايوا صافي فاش جيت فهاد العشيه هادي لقيت القضيه عامره، ونقولش يجيك ملاح، لنؤجل الامر الى غد. قلتلكم مراكش عامره، مع انه ماشي السبت وماشي الحد، هي العطلة اليوم تنظن. الله أكبر، قلتلك اليوم تلات يوم الأربعاء عفوا. صافي وقلت لهم ندير شي ضريبة الناس سميتو عليه الساعة، غنمشيو معاه دابا على الفاسي نشوفوه كي داير ليلا، نقول لكم الأجواء ديال مراكش كي شحال من واحد تيخرج بالليل. ايوا تنوصلو ليهم بان راه ايزون غيزون باش ما خرجوش، ان راه كان عندهم الحق باش ما خرجوش. راه الزحام واي كي قلت هي عامره، ديكاتلون عامره، المهم غيبان لكم من ترافيك ديال الطوموبيلات كثير، غادي يبان لكم بان راه القضيه عامره. هذا دابا في شارع على الفاسي في حدا مرجان، غادي نمشيو لترجيت بهاد الكاله ونجيبو دويره تما وندوزو معاها سمو، نجيو مع شارع مهند الخميس وندورو وندخلو مع شارع عبد الكريم الخطابي ونرجعو في حالتنا. عارفو واش نخلي الهضره ولا ندير لكم غير الميسقات؟ الميسقات واخا هكاك كاين اللي تيعجبو الموسيقات، كاين اللي تيعجبوش الهضرة بحال هكا، الإنسان يتناقش ويعطي بعض الآراء وسمو. مراكش سخون اليوم، درجة الحرارة تتراوح بين 37 و 38، الحمد لله البارح كانت هي 37 والبارح كانت 43 والنهار اللي قبل منو كانت 47. مراكش هنا عرفتي شناهي 43، شناهي 37 راه فصل الربيع. هاديك عمارة كنت وريت ليكم ديال الدجاج لي تبنات، هاهي زوينة شتيها، فبنهار كتبان أحسن. كلشي هادشي هادي عمر غادي تولي زوينة تاهي، فاش غادي تحلو البيروات ويولي شاعلي فيها الضوا غتولي القضية زوينة تبارك.
واحد راه كاين اكسيدون هنايا. حصلنا صاحبنا دار سوق فيه. دابا الزربة هي اللي كتخلي بنادم تيقيس شوية عليك وخلي مسافة الأمان. شتي هذاك كيقاسو من اللور راه مبقاو. دابا زرب بغا يربح دقيقة هو صدق معطل ساعة ولا ساعة والصرف. خصهم دابا يديرو كوسطا على ميابل. هاديك كوسطا على ميابل كتمشي كتاخدها من عند إلا مكانوش دي ديكا زعما واعرين ولا شي حاجة كتاخدها من سميتو من ساكا وكتعمرها انت وياه وكتسينيو فيها وصافي. وهو تيدفع على لاسورانس ديالو انت تدفع على لاسورانس ديالك وصافي. وليني كاينه الاخرى اللي لا كانوا دي ديكا خايبين ولا شي حاجه كتضروا تعيط للكونستاتور. خاص تكون عندك النمره ديال الكونستاتور فاش دير سميتو لاسورانس. سعد تقول هذاك مول لاسورانس يعطيك شي رقم ديال شي كونستاتور عيد يجي تي كونستاتي لي ديغا وهداك الشيء وكذا وكذا تتقدي. هادي في حالة ما كانش هذاك السيد اللي تقسطي انت وياه. المهم هاد الامور هادي راه مول لاسورونس غادي يقولهم لكم. واخا انا راه مول لاسورونس ما تيقول والو تتخلصو تيعطيك لاسورونس ديالك تزيد في حالتك. فعلاش ما تيبقاوش يعطيو للناس الخبيره وكذا وخصو يفيدو الناس. ما عرف علاش ما تيفيدوهمش. تدخل الصوت يعطيك ورقتك هو كاع ما كاين بعدا كاين غير واحد السيده تما يا كتخلصها عطيها طق طق تقول لها تسولها تقول لك ما عرفت. تيجي المدير وسولو او فين انت بغيت عاود ترجع عند المدير. بعد ما الموطور تابعنا تا هو شاد فينا ولا هو شد فينا هذاك مول الموطور مو بقاي راه حرق الضوكاع. شتيه مشى. ما عليكش اولدي ما عليكش. شحال الضو الخضر واه شحال مجهد. شتي الضو الخضر شحال مجهد. هنا في شارع لا الفاسي باقي الشارع لا الفاسي في الاول ديالو. شي لعيبات تنصابو معاه شي ورقات. شارع الليل الفاسي راه مروج. حبست التسجيل ونسيت تافت ضو حمر. انت حبست التسجيل باش ما نقول لكم شي الطوموبيلات واقفين. حنا حدا ديك المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير لين سي جي هاي كاينة اليمن. البلاصة قليل فيها الضو. البلاصة مشلل قليل فيها الضو. عارف علاش؟ فايت نقلت لكم هاد البلاصه هادي وقلت لكم راه كاينه واحد هنا فين كاين داك الدكتور بن بوزيد اللي ما عارفوش داك الدكتور ديال العينين. دابا ولا هو بنتو هنا في هاد العماره اللي هنايا اللي بي. هنا فين كاين الدكتور مزال معروف الناس راه القهاوي في هاد الشارع إلا الفاسي مدبوزي عامري. فاكانسيين راه دخلوا مرحبا بهم. الجالية المغربية المقيمة في الخارج راه دخلات مرحبا بهم. وباينة فيهم ساكن توحشو المغرب. إلا توحشو مساكن البلاد جاو ما تيدخلوش تيخرجو مساكن هي تيدورو مراكش وكذا وظروف مرافق. كاين اللي مشى للوطيلات كاين اللي مشى للبيسينات كاين اللي مشى
انا ساكن توحشو البلاد. كاين اللي مشى عند عائلته وكاين اللي هز عائلته مشى سافر بها كاين كله و... ايوا مساكن راه شتي شناهي ما تجيش. هما مولفين تيجيو كل عام شويه حتى تحبس عليهم ما يجيوش عامين او جاتهم قاصحه. واش في الفيسبوك والزحام على على الارام على المكتب ديال الارام خاصه في بلجيكا والزحام الزحام الزحام كلشي مساكن بغا يجي كلشي خاصه مع نقصوا لهم في الثمن وهذاك الشيء وايلي. وين تيديروا داك يا اما تيست بي سي ار وتيديروا داك تيديروا ديك الورقه الجلبه تكون دوزي خصو يكون دوز جلبه وداز دو سيمين 15 يوم على الجلبه الثانيه عاد يمكن يدخل. وكاين واحد تيست بي سي ار حتى هو كاين اللي تيديروا كاين اللي على حسب دابا هما الدول الاوروبيه وهذاك الشيء المغرب كلاصاهم كاع الدول تقريبا اللي تيجيو من المغاربه وهذا الشيء كلاصاهم من لا زون ا ولا زون بي كاين اللي مرتبين من زون واحد رقم واحد وكاين رقم جوج وكل زون كاين لي كريتير باش باش اللي خاصهم يدخلوا يديروهم الناس. فهاد لي بونكار تيليفيزي فرجوا شي شويه بدلت الريزوليسيون باش تبان لكم. حنا دابا في هنا على اليمين فين كانت المحطه الطرق في القاعه عفوا هنا على اليمين فين كانت القاعه دابا ما بقاتش دابا راه ولات ما يديروا فيها شي حاجه ديال زي ما بلو داكشي. ودابا حنا في الرومبا ديال باب الدكالة قربنا الرومبا حنا قدامنا قدامنا ديك المحطه الطرقيه الناس مزروبين طاطاط عباد الله مزروبين ماشي دايره اليمين شي دايره اليسار خربيقة زربيقة قصب تاع انا درت ديب فوق عليا نكون من اليمين كاش عليا نشد اليسار لان دايره اليمين خصني نشد اليمين تاع انا داير ديب فوق ايوا شد غادي نمشيو مع الشريط كتبي نحبس الفيديو الساعة شعل الضو الخضر على طلعوا لي الدم لقيت مرجان فيه الزحام قلت لهم الله يعاونكم نديرو حنايا شي فلوكا نجيبو دويرة خديت واحد القرعة ديال اورونجينا وغادي تنشرب وتنسبيكي معاكم الزحام الزحام هنا هادي هي ديك الرومبا الكبيرة اللي فيها الجردة اللي قدام المحطة الطرقية حنا دابا بغينا ندخلو لشارع الحسن الثاني غندخلو لشارع الحسن الثاني اللي كاين في تيدي لدواسكر هو هذا اللي بغينا نتقدو معاه هو هذا وندوزو على الماء غادي ندوزو حنا ندور نوصلو الى البوسطة وندور ولكن الا مشيتي ديريكت غادي تلقى تلقى لاكار ومراكش مبهجة تبارك الله والله الا تيكون انت نكون مقلق شوية كان نركب هاد الطوموبيل ونجي في مراكش دويرة وكان كنولي بخير تجيب الصراحة هي دويرة في مراكش رغم ما كاين لا لاكوت ولا البحر بصراحة البحر فاش نجلس انا قدام البحر
ما تبقاش لا طونسيون ولا والو، تولي قضيه مخيره، الانسان تيهمت تيبرتي دكاع دوك ديك لي شارج نيجاتيف تيحيدو. ولاني هذيك القضيه فاش ما هنا ما كاينش بحر، تقدر كي تجيب الدويره في شوارع مراكش تولي بخير على خير. طوموبيل الزحام هذيك هي البوسطة، هاهي ماروك تيليكوم ترحب بكم. هاد الضو هذا راه تيطوال، لا ما حبستوش ليكم، ما بقاو تقريبا شي دقيقة ونص حنا واقفين هنا مع الزحام، تيطول هاد الضو. أخيرا شنو هادشي، أخيرا تقلا صراحنا ماكدونالدو شارع محمد الخامس. دابا حنا هنا في شارع محمد الخامس لمن لا يعرفه، شارع محمد الخامس على يسار البوسطة اللي من زارا وإليت، هذا شارع محمد الخامس كويك مقص. إيوا اللي بغا يجيب دويرة، اللي بغا يجيب هادي سيدي 9:30 ليلا، التاسعة والنصف ليلا. دوز دوز دوز، تفضل يا سيدي. عامرة الدنيا عامرة، هاني هي من جيت طوالة دابا تلقاها جمع فنا مدبوزة، معرفوش طالقين فيها القس ولا لا. دابا سبحان الله حنا هاد الناس ديال مراكش تلقاها زكا ما مشى سنين ما مشى لجمع فنا. ولكن الناس دابا حنا ما تمشيو لجمع فنا حتى تيجي عندنا شي واحد، شي واحد من غير مراكش عاد تمشيو جامع فينا وتنديو جامع فينا وتاكلو جامع فينا وتجيبو دويرة في مدينة قديمة وديه المواسين وديه التلعبات وديه الحفرة وديه ويتقهوى في ديك لاتيراس وكافي فرونس. ايوا هادشي المهم غير فاش مراكش ميديش بحال هاد لارونيسونس شي حاجة ما طلعت ليها، غادي نطلع لها ان شاء الله وغادي ندير فيها شي فيديو شي فيديو ندير منها شي فيديو. هاد لا رينيسونس هادي هاد لوطيل قديم عافيه، واحد المنظر رائع من الفوق، الله واحد المنظر رائع. كان اعتذر لي كنت طلفت الدوار ديال الكاميرا لاني سيق هادي، هذا تندورها وكان نزيد عاوتاني تندورها وعاوتاني نزيد، يعني عطي الحق هاك وهاك. اي شويه ديال الزحام وكان مرة غادي يكون داكشي 5-5. ايوا هنا حدا، شكون يعقل على الريجون فين كانت سينما الريجون، هاهي فين كانت في هاد العمارة هادي اللي طلعت. ايوا ليه ما في كانت سينما الريجون، كنا تنجيو ليها الله العظيم شاعات. كانوا شنو اللي كان مشهور في مراكش في السينمات، كان سينما كوليزي راه باقا، كان سينما بالاس راه باقا ويني مسدوده، وسينما الريجون هادي دابا تحيدات، وكانت الريف، وكانت السعاده اللي في دو عسكر،
وكانت مبروكة اللي في البرنس. هادو هما تقريبا السينمات اللي مشهورين في مراكش اللي الناس اللي عارفينها. الناس راه ما كاينين طوطوط دابا، راه عندو انتر ديال داكشي اللي دار اخوتي. الزحام. ودابا تيمشي لهيا هو، راه هاديك راه عندو انتر ديال راجل عندي، راه انتر ديال لنا قال الخدم اتصل خصو يدور ليه اوبليجي. ولكن هو قالك طوط طوط تيكيز راك تكحاز. دابا دخلنا شارع عبد الكريم الخطابي، مشى من الخميس دخلنا دابا شارع عبد الكريم الخطابي، الشارع الجميل. ناخذ واحد اللعيبه هنايا ونكمل الطريق. حتى دير ناخذ واحد اللعيبه دغيا واني جاي. نجي واحد قرعه الماء هيدرون بان ثم لكم الطريق في اتجاه تمنصورت. تنظن مع هاد الفلوقات الناس ولاو تيعرفو تمنصورت مزيان. ولكن الناس زعما اللي ولاو تيعلقو من مدن اخرى تيقول لك تمنصورت والله الا زوينه. كان تيقول لك خاصها خاويه، كان تيقول لك راه خاصها الخدمه، خاصها كذا، خاصها كذا. كاين تيقول لك والله الا زوينه زعما بارابور لداكشي اللي هو كان تيتصحاب ليه عليها. يعني ولات عنده فكرة حقيقية على تمنصورت، لأن تيشوف الفلوقات بطريقة مباشرة، ما كاينش ماشي تيعاودو ليه، تيشوف بعينيه. دابا منين ولا تيشوف بعينيه عاد بغا يحكم على تمنصورت كي دايرة حقيقة. تمنصورت مدينة كبيرة زعما تبارك الله مترامية الأطراف، وعلى الورق كاينين بزاف ديال المشاريع اللي غادي تحط ان شاء الله في ارض الواقع، غادي تخرج ان شاء الله. فاش يجي هذا المسؤول الجاي ان شاء الله غادي نحاولوا حتى حنا نتعاونوا معاه بمقالات باش يكتب، باش نكتبوا عليه حتى هو باش يخدم، باش يدير. وغادي يخدم ان شاء الله، غادي يخدم، غادي يجيب لها الله شي مسؤول يكون الله عمره دار وغادي يخدم من المزيان. المغرب راه غادي، اللي بغى يواكب التغيير مرحبا، هو اللي ما واكبش التغيير راه بغى يجيبها في راسو. راك كاين دابا الدول العربية هذوك المحللين ديالهم ما فهموا والو، تيقولوا او المغرب وقف ضد ألمانيا او المغرب وقف ضد الصبريون. ما فهموا والو، المغرب وقف ضد كاع الاتحاد الاوروبي كله، وماشي دابا شحال هذا ايامات فاش حبس عليهم الصيد البحري، فاش قال لهم ما كاين الصيد، فاش قالوا ليه لا راه كذا كذا قضية الصحراء خاصها تخرج من الاتفاقية كذا كذا، ويقول لهم لا بغا تخرج تخرج ده الصيد البحري، السلام عليكم ما معاوش معاكم الاتفاق. هادو ما يعاودوا يتكلموا، هذا الاتحاد الاوروبي كله، وشحال هذا ايامات مضروب. الحمد لله المغرب راه واقف على رجليه بفضل السياسه ديال الملك والناس اللي المسؤولين اللي خدامين معاه. يعني الحمد لله الله سبحانه وتعالى تنتمناو باش تكون البطانه الصالحه اللي دايره بالملك، باش يخدموا خدمه اللي تعاونوا معاه، باش يخدموا خدمه اللي مزيانه للبلاد. ايوا الناس اللي كاينين في الصفوف يعني الدنيا اللي تنتمناو انهم يواكبوا الركب ويمشيو بواحد بنفس السرعه، باش المغرب ان شاء الله يكون في مصاف الدول التي يحسب لها الف حساب. حنا دابا في الرومبا ديال طريق كازا، نقدم ماكدونالد ديال طريق كازا، لهذا
تنظن الله يجعل شي بركة، الله يرحم من زار أخفف، والسلام عليكم ورحمة الله.